إذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر، كما في حديث أبي حميد وغيره. إذا توافرت هذه الشروط أقبل. ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا، منتظرا لها لصلاته، مرتاحا بها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال كثير من الناس يأتي وذهنه مشغول بأمور الدنيا. يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء من أجل الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل. أحيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها، يريد الراحة منها، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها من هموم دنياه، لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. لكن انشغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة. ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه، ولما شغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا. تجد الإنسان يدخل المسجد، وهذه قصة واقعة، دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب، نعم، إلا أنه ليس بجامع، فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، نعم، يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، وإذا في جانب المحراب غرفة قال تزال هذه الغرفة يحط منبر، يقول فرغ من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد. يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأننا شغلنا بدنيانا ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه. ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا شخص انشغل بمباح، فكيف بمن اشتغل بمحرم يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات. نعم، لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر رضي الله عنه وأرضاه يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها. لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير إن شاء الله تعالى. فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة. الأمر الثاني سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار ومعاملات التجار، الموظف ونعرف أحوال الموظفين من عدم إيفاء الوظيفة حقه، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يقبل إلى صلاته فرحا بها مرتاحا.